السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاع بخير. اليوم 14 ديسمبر 2020، كما عودناكم دائما مع أخبار أسعار العملات في السوق الجزائرية. بالنسبة لليوم جميع العملات ثابتة، لا يوجد أي تغير. قبل أن ننتقل إلى الشرح، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لنستمر. نلتقي بعد الفاصل. اللايك لا يدمر الصحة ولا يؤدي إلى الوفاة، اعمل لايك. اليوم سعر الفرنك السويسري 18000 عند الشراء، 18300 عند البيع. أما سعر الليرة التركية اليوم 2000 عند الشراء، 2300 عند البيع. أما فيما يخص اليوان الصيني 2100 عند الشراء، 2300 عند البيع. بالنسبة للدينار التونسي اليوم 5800 عند الشراء، 6000 عند البيع. أما سعر الدرهم المغربي اليوم 1500 عند الشراء، 1700 عند البيع. أما الريال السعودي اليوم 4200 عند الشراء، 4500 عند البيع. أما الجنيه الاسترليني اليوم 22200 عند الشراء، 22500 عند البيع. أما سعر الدولار الكندي اليوم 12400 عند الشراء، 12700 عند البيع. أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4300 عند الشراء، 4500 عند البيع. بالنسبة للجنيه المصري اليوم 850 عند الشراء، 1000 عند البيع. بالنسبة لليوم الأورو 20600 عند 20900 عند البيع. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لنستمر، كما لا تنسوا زيارة مدونتنا مع المواد، غادي نخليها لكم في الوصف أسفل الفيديو.